يقول: هل من نصيحة لأولياء أمور الفتيات حول تزويج بناتهن؟ لأن الإحصاءات تؤكد أن هناك أكثر من 1,000,000 فتاة بلا زواج، وهناك أكثر من 500,000 عانس، فما توجيهكم في هذه القضية وكيف يمكن حلها؟ الله جل وعلا يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. أمر سبحانه وتعالى بإنكاح الأيامى، وهم الذين ليس لهم زوجات من الرجال أو ليس لهن أزواج من النساء، لأن النكاح فيه فوائد عظيمة وخيرات كثيرة، فلا يجوز ترك الزواج لا للرجال ولا للنساء مع القدرة على الزواج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فيجب المبادرة بالتزويج للرجال والنساء والحرص على ذلك. أما أن يؤخر الزواج بسبب تعللات، بأن يقول الرجل: أنا ما أتحمل مسؤوليات ولا أقدر على تربية الأولاد ولا هذا، من الشيطان، عليه أنه يتوكل على الله ويتزوج، والزواج فيه خير. الله جل وعلا يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الزواج سبب للغنى وسبب للرزق، اليبادر يحسن الظن. أو المرأة تقول: أنا أبى أكمل دراستي، ولا أنا موظفة ولا أترك الوظيفة علشان الزواج. الزواج خير لها من 1,000 وظيفة، الزواج خير للمرأة من 1,000 وظيفة. إذا فاتها الزواج فإنها تخسر حياتها، وإذا كبرت لن يقبلها أحد، فتبقى بدون زوج، تبقى أيما. أما الدراسة وأما الوظيفة فإنها بالإمكان أنها تجمع بين الزواج وبين الوظيفة أو الدراسة، ما في مانع أنها تجمع بينهن. وإذا لم يمكن الجمع بينهن فالزواج خير لها من الوظيفة ومن الدراسة. نعم.